السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. ورجعنا لكم فيديو جديد، طريقة عمل البيتزا بقى بأنواعها كلها. ويلا يا حباب قلبي نعمل البيتزا مع بعض. يلا بينا نصلي على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي المكونات بتاعنا زي ما انتم شايفين: لحمة فراخ مفرومة، لحمة، توم، فلفل ألوان، فلفل أخضر، بصل، طماطم، جبن موزاريلا وشيدر وجبنا رومي مبشورة. يلا بينا بقى ايه نقول هنعمل ايه. وطبعا احنا دلوقتي هنبدأ بالعجينة بتاعتنا. ويلا بينا نقول ايه مقدار الايه العجينة. وطبعا لو عجبكم الفيديو نسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. معاكم الدقيق اهو، ملح وسكر وزيت، وطبعا لهم 2 كيلو دقيق وعليهم لتر لبن، وعليه معلقة لبن، عليه معلقة زبدة. وهننزل بيه بالخميرة في قلب اللبن، وهننزل بالسكر عشان السكر بيسرع في عملية التخمير. وهنرش الملح بقى بتاعنا على الدقيق، وهننزل كده باللبن وكل شوية ننزل بيه تدريجيا لحد ما نعجن العجينة كويسة خالص. ودلوقتي احنا بنعجن اهو زي ما انتوا شايفين، كل شوية بننزل بالمية تدريجيا خالص لحد ما نظبط العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي اهوت مستمرين في العجن اهوت زي ما انتوا شايفين. بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنجي بقى عشان نلت العجينة كويس هنجيبها على الرخامة ونفتح كده ونحط بقى، نبدأ نحط الزيت في قلب العجينة ونقعد بقى نلتها لحد ما نحس ان العجينة اتظبطت معانا وبقت كويسة زي ما انتوا شايفين اهو. انا دلوقتي بلت في العجينة بحط زيت تاني اهو. خلي في علمك يا حبيب قلبي الزيت ده زيت زيتون، زيت زيتون، لان الزيت الزيتون في عجينة البيتزا بيخلي عجينة البيتزا جميلة جدا. وزي ما انتوا شايفين اهو العجينة احنا كده خلصناها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دلوقتي، وغطيناها بالكيسة اهيت. وبعدين حطينا على الفوطة المقادير زي ما انتوا شايفينهم: لحمة ولحمة وفراخ انا فرمها معاها بصل وثوم، وده فلفل وزيتون مخلي وفلفل الوان وبصل وطماطم وجبنة روم وشيدر. ومعانا كل الحاجات اهي زي ما انتوا شايفينها جمعتها مع بعض. ويلا بينا بقى اول حاجه هنعمل الصلصه بتاعه البيتزا زي ما انتوا شايفين اهو. مسكت الطماطم وضربتها زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا بعد ما نضرب الطماطم هنصفيها وكده حل اهيت. حطينا فيها معلقتين ثلاثه زيت، وبعدين نزلت بالتومه هتاخد تشويحتين. وبعدين هنصفي الطماطم وكده يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين كده صفينا الطماطم. وهننزل بالطماطم على التومة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وهننزل بقى بالفلفل الاسمر والبهارات والسبع بهارات وشوية ملح. وهنسيب بقى العجينة مع اسفل نسيب الصلصة تتسبك. ويلا بينا هنقطع بقى الفلفل الالوان والحاجات بقى طرنشات كده للبيتزا. ودلوقتي احنا بنقطع اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وهنستمر في التقطيع لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. كده يا حبيب قلبي احنا بنقطع في التوم اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونقطع في فلفل في الفلافل وكله والبصل. ودلوقتي بنستمرين في تقطيع الطماطم زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبنقطع توم اهو. وهنفضل نقطع لحد ما خلاص الكميه اللي انا وريتها لكم. ويلا بينا يلا بقى هنفرم بقى بصل عشان اللحمة وتوم. وهنحط بقى حتتين فلفل أحمر كده ألوان. عشان يدي لون شكله حلو.
ودلوقتي اهو هحط اللحمه بقى عشان نعصقها على النار، وهنفرد اللحمه زي ما انتوا شايفين كده وكده. ونبص بص على الصلصه بتاعت البيتزا وكده، حبيب قلب اللحمه اتعصجت اهيت. هنحط عليهم التوابل بتاعتنا، فلفل اسمر وبهارات 7 بهارات، وهنحط حبه ملح. يلا بينا ننزل بالبصل بقى اللي فرمناها في الكبه وبعدين وهنقلبها بقى مع اللحمه كويس. يلا بينا زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل، شايفين البصل اكتر من اللحم. زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها بقى ايه على النار لحد ما تتعصر، وهنحط الجريل بتاعنا على النار كده هنا، وهننزل بالفراخ بتاعتنا اللي انا خليها بنص فرخة خليها، وضرب عليه طماطم وشطة وبصل، وهننزل بالزيت على الجريل. وبعد كده نحط الايه الحاجات بتاعتنا اللي الفراخ بتاعتنا مع البصل مع الثوم، وهنسيبها خالص. هنجيبها بقى تخش معانا اهي، هنحطها بقى كلمة بتتبل طبعا، هنحط لها بقى التوابل بتاعتها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلبها حلوة كده وباستمرار. يلا جيجي بالتوابل كده هتحكمني. هنحط الفلفل الأسمر بتاعنا، هنحط برضه التوابل بتاعتنا، هنقول له دي بهارات 7، مش قادر نقول بهارات 6. هنحط بقى رشة ملح، وهنقلب لحد ما ناخد ايه الشكل اللي احنا ايه عايزينه، وهنفضل نقلب باستمرار. يلا بينا نبص على اللحمة، اللحمة بتاعتنا اتعصجت 100 100 خالص اهي زي ما انتوا شايفين. نجربوا اللي عندك بيت من كده، مالك هو مكح حبة اللي مش نفسه ضيعة منك يا ابني. الصلصة بقى هنسيبها شوية نشوف صلصتنا خلاص. يا لهوي اللي بتعمل منها جلدة كده كده خلاص، حتى ما فيش حبة زهق. لا ما هي فيها اي حاجة تاني كده 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 نزلناها في طلبات. يلا بقى ايه هندي تشويحه بقى ايه شكلها حلو. الوانات الياما دي بتعمل مقطعينه والبصل والحاجات دي، هنسيبه حبه من غير تشويح ونبدا ايه هنشوحه. هننزل مكان الجريل مكان الفراخ عشان ايه مكان الفراخ تشرب بقى الايه البصل يشرب مكانها زي ما انتوا شايفين كده. حط كمية كمية طبعا، انا عاملة كمية كبيرة لان انا عاملة كمية كبيرة طبعا، بيعمل مني 9 10 ايه بيتزا ماشي، فانا عاملة مرة واحدة كمية كبيرة في البيتزا معايا كده. انا هنزل بالكمية كلها ونقلبها ونسيبها لحد ما تتبدل خالص، ونقلب باستمرار. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلب كويس لغايتين التتبيلة ما تدي خالص كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه كده. التتبيلة بتاعتنا والبصل بتاعنا اتبل خالص، وهنضف عليه كده حبايب المكونات بتاعتنا اهوت. اللحمة اهي بعد ما عملناها، والبصل والتتبيلة والصلصة واللحمة المفرومة، ودي الفراخ، ودي الجبن بتاعتنا والزيتون، وسيبنا حبة طماطم من غير اي حاجة. ودلوقتي احنا ولعنا الفرن على درجة 220، ويلا بينا بقى ايه نقطع الايه العجينة بالشكل ده كده يا حبيب قلبي. احنا قطعنا العجينة اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بنقطعها اهيت وهنغطيها، ونبدأ ونمسح طبعا ايه الصينية، ونبدأ ايه نوزع بقى الايه البيتزا في الصينية نبططها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده احنا خلاص
بنوزع اهوت بالشكل ده. طبعا هنمسك شوكه وهنخرمها علشان ما تقبش معايا. ودي بطريقه تانية هنبططها بالنشابه. هنعمل واحده كده واحده كده زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها برضو في الصينيه وهنخربها بن ايه بالايه بالشوكه. يلا بينا ايه، وعملنا واحده ونخرم بالشوك. يلا بقى ايه نوزع. هنمسح بقى بالصلصه بتاعتنا. اول حاجه هنبدا بيها نمسح الصلصه في جميع ايه اللي على البيتزا كلها. هنبدا بقى نحط اللحمه زي ما انتوا شايفين كده، نوزعها في كل حروق كل الصواني في الصينيه كلها. انا بعملها نصها لحمه ونصها فراخ زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا بقى ايه هنوزع كده البصل والطماطم والفلفل الالوان عليها. هنحط بقى ايه شرايح فلفل كده طازه كده على الوش. برضو هنحط ايه زيتون مخلي اسود واخضر. هنحط بقى الجبن موزاريلا هنوزعها كده. اهم حاجه المطه اللي في البيتزا، والجبنه الشيدر والجبنه الرومي. وهنكرر العمليه في واحده تانية لحد ما نخلصوا البيتزا بتاعتنا. نكرر العمليه برضو، هنحط فلافل وزي ما عملنا في الاولى هنعمل في التانية بنفس الشكل كده اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا بقى نحطهم في الفرن. الفرن بتاعنا سخن. يلا اهو حطينا اهوت البيتزا في الفرن اهي. وكده احنا خلصنا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس ويسالكم كل جديد. وطبعا اهي زي ما انتم شايفين الكاتشب جنبها اهوت. ودي البيتزا بتاعتنا يا حبيب قلبي. 2 كيلو جيجا عملوا لنا 9 بيتزات. طبعا يعني الف هنا والف شفا. استني كده انا اصور لك صوره وابعتها لك على الواتس. ماشي ماشي. وانا هعمل شكل تاني. الجرس وتعملوا لايك وشير يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني.